متهيألي التقرير ورانا مدرستين في الفكر، مدرسة اللي هو على قديمه اللي بيتبناها طبعا عم شحاتة، ومدرسة بتحاول تجدد وتحاول تخاطب ثقافة جديدة في المجتمع المصري، وتحاول انها زي ما قال المسؤول اللي كان بيتكلم تزود الوعي. المهم واحنا اثناء الفصل الاعلاني استاذ شحاتة قال لي انا عندي اقتراح احتمال يعجبكم، والله عجبكم كان بها، ما عجبكوش خلاص ما فيهوش مشكله. برحب طبعا بالاستاذ شحاته والاستاذ رجب هلال حميده، وهبدا مع الاستاذ شحاته. ايه اقتراحك؟ انا عندي خطه تنظف مصر وتوفر للدوله مش اقل من 10 مليون كل شهر تحطه في صندوق تحيا مصر. هتقول لي معاك الفانوس السحر ولا عصايه سيدنا؟ اقول لك معايا حكمه ربنا وعقليتي وخبره ابويا وجدي. 10 مليون في الشهر؟ هقول لحضرتك. يعني في السنة كام؟ احسب بقى زي ما تحسب. بص جنابة. 10 في 12. هما في المنفذ بيقول جمعنا فرصة لثلاث فرص عمل. أنا هجمع فرصة 3 مليون مصري تاني غير الزبالين غير الثلاثة الحاليين. هشغل 3 مليون تاني. غير ال 3 مليون؟ غير ال 3 مليون الزبالين. هشغل 3 مليون عامل تاني. إزاي بقى؟ قول لي إزاي بقى؟ انا دلوقتي موضوع يعني منظومة النظافة في مصر صفر بايظة، مع احترامي لكل القائمين على هذا العمل بحترمهم وبقدرهم. السيد وزير البيئة له دور، السيد المحافظ له كلمة، السيد وزير التنمية المحلية له كلمة، رئيس الحي، رئيس مجلس المدينة، رئيس هيئة النظافة، 6 وزراء ووكلاء وزارة يتحكمون ويصدرون قرارات في عملية النظافة في مصر. في تضارب في القرارات زي المركب اللي ليها 100 رئيس بتغرق. انا ابو ناشد الدولة والسيد الرئيس بعمل منظومة او وزارة للنظافة يمسك الملف بتاعها على سبيل المثال معتز بيه او رجب بيه. مش هقول انا مش عايز ابقى وزير. واذا بقيت مسؤول عن الملف بدون مرتب، انا مش عايز مرتبات. مش عايز تبقى وزير ليه؟ معلش بقى بقول لك احسن يقولوا على طمعان في الكرسي. انا هدير الملف من غير مرتبات، مش برتبة وزير، برتبة زبال. 80% من الوزراء بيتحبسوا دلوقتي. ثواني، ما بعدين هيقولوا من انا لك هذا وانا معايا فلوس قد كده، احبسوني فخليني كده بره احسن. سجلهم. ما علينا. هجيب السيد وزير الكهرباء واقول له تعالى لميت قد ايه من غلبان المواطن، من دم الموظف الغلبان. احنا بنحصل وصل الكهرباء وندي الاجانب، لا هندي مصر، مصر محتاجه لنا. هيقول لي لميت 10 جنيه. كل شويه تقول لي بندي الاجانب. ايوه الشركات الاجنبيه. مش دي مشاريع يا عم، مش حتى مشاريع استثماريه يا فندم، مش شغالين. ده بياخدوا ملايين الدولارات عليها وبتعمل معاها شراكه وبتشترط في ظل فرص عمل للمصريين سابقه، في ظل حكومه سابقه فرضت علينا الشركات الاجنبيه وانا بحاربهم تحت شعار عيب علينا نجيب خواجه ينظف مصر واحنا الحضاره اللي بنينا. يعني الحل الوزاره انك تنشئ وزاره. ثواني هكمل. طيب خد مميزات. افرض عنده، افرض انا عنده. عندي حل اقوى من الحل ماشي بتاعك. خلينا اكمل وخد كلامه وارميه البحر. لا العفو العفو. عملت الوزاره وخدت الفلوس من وزاره الماليه اللي خدتها من وزاره الكهرباء حطيتها في صندوق النظافه في صندوق الوزاره. بقى عمران ما غرمتش الدوله حاجه زي الوزارات الثانيه اللي بنحط لها ايه فلوس في الخزنه بتاعتها. هعمل اعلان في الجرايد بكره مطلوب عمال كناسين بمرتب 1200 جنيه. هشغل 3 مليون عامل من اسكندريه لاسوان في المدن والمحافظات، ما انا دلوقتي بقى هنضف مصر كلها مش القاهره بس، بمرتب 1200 جنيه. اديني شغلتهم يعملوا 3 ساعات 3 ورديات في جميع مدن ومحافظات مصر من اسكندريه لاسوان. نمره 2 هعيد هيكله المعدات بتاعت مجالس المدن وهيئات النظافة والمحافظات اللي اتحرقت واتسارت أثناء ثورة 25 يناير. إذا كده عملت هيكلة ميكانيكية البلدي قطاع عام ملك الشعب. نمرة 3 هنبه على كل رئيس مجلس مدينة وكل رئيس حي ببناء حتة أرض فاضية في الحي بتاعه واكتب عليها محطة وسيطة بتاع الريش يرمي فيها، بواب ما عندوش ضمير يرمي فيها، نباش يرمي فيها، بتاع عصير القصب يرمي فيها. هتقول لي هتملى لي الحي زبالة، أقول لك حاسب المعدات اللي هيكلتها في نمرة 1 هتيجي ترفع وتودع المقالب العمومية. نمرة 4 هرجع الزبال القديم ابو مقطف اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، هو ده الاصل، وارجعه واقسم الكهرباء مربعات واديله 5000 شقة كل واحد منهم، ويبقى ايه كده شغلناه برضو. الثلاثة مليون التانيين هم اشتغلوا وياخدوا زبالته بحالها ببركتها ويفرز ويطلع لنا المواد الصلبة دي برضو
ونعيد تدويرها تاني. نمرة خمسة. الاختراع ده يخلص امتى؟ ده ايه ده؟ من بكرة. لا انظف مصر في 30 يوم. طب انت عمال تقول لي الاجانب لا، يعني احنا مثلا هيكتور كوبر مدرب المنتخب نمشيه ونجيب واحد مصري عشان احنا بنينا الهرم يا بيه وعيب يا بيه. عندنا مثل صعيدي بيقول لك بس اكمل بقيه الخطه هتعجبك. اتفضل. الاجنبي عمل لنا ايه؟ الاجنبي عمل لنا ايه؟ ما نضفش مصر. هو يوصلنا اقول كاس العالم. الشارع المصري يتحدث عن نفسه. مصر اصبحت بركه من الكمامه في ظل وجود الشركات الاجنبيه. طيب يعني حضرتك لو خدت المسؤوليه هنضف هتنضف البلد في 30 يوم. ولو ما نضفتش مصر انا اللي هروح سجن طار ولا حبسون انا كداب يا عم. ولا تروح طب السجن ولا حاجه. طب بص يا معتز هتكمل لامتى؟ ما انا الله يكمل يا استاذ رجب. ما اتفضل. ارجع الخنازير تاكل 5000 طن زباله كل يوم وكيلو اللحمه يرجع ب 30 جنيه زي زمان. هتقول كيلو اللحمه البلدي يرجع ب 30 جنيه زي زمان. ازاي يعني الناس هتاكل خنازير بدل لحم البلد؟ لا يا بيه اسمعني للاخر لما اخلص كلامي. المستمع عاقل والمتحدث ايوه ضربت انت المثال هنا عايزين نفهمه بس. اذا وبما ان زي الجبر والهندسه في مصر يوجد 15 مليون مسيحي مش هقول 20 وتردد على مصر على مدار العام 20 مليون سائح اجنبي. هؤلاء يعتمدون على لحوم الخنزير. لما لا اقل من كده لان 7% يعملوا حوالي 8 مليون. طب ما انا وصلت لنظريه بئبر الصحه اهو. سيبنا كمل. اتفضل. هؤلاء لما بطلت الخنازير انقضوا على اللحوم البلديه زحموا فيها اخواتي المسلمين عيله اللحم. الخنزير يا فندم زي ابو الكردان ما صديق الفلاح خنزير صديق الزبال والمواطن. بياكل لنا 5000 طن مواد عضويه اذا دفنت زي ما انت قلت في الاول بتلوث المعده الجوفيه. طيب اقول انا هناخد تعليق بقى من الاستاذ الكلام ده بقى. اولا ليس ليس الخنزير حلا او وسيله لحل مشكلات تراكم القمامه عبر السنوات الماضيه او الفائته. ده واحد. انما حل هذه المشكله من جذورها بايجاد تكنولوجيا متطوره وبإنشاء كما قلنا مصانع لتدوير النفايات. لأنه لا يمكن أبدا أن نكتفي فقط بأن يأتي الخنزير ليأكل المخلفات. أنا ما أطعطقش ما أطعطقش. معلش خلينا نسمع بعض. نسمع بعض. يعني ده مش قياس. لأن لما حضرتك تبص كمان أقول لك حاجة. إن أنا بدي بأمثلة للعلماء. المهندس حسن القيعي صاحب مشروع انتاج الكهرباء من مخلفات القمامة. عالم مصري انشأ طلع كهرباء من القمامة. تمام. ثم انت تيجي تقول لي وانا عندي مشكلة طاقة ااكل الخنزير واكتفى عشان احل مشكلة اللحمة. مشكلة اللحمة ليست مرتبطة بان الاخوة المسيحيين بياكلوا لحمة بلدي مع المسلمين طول عمرهم بياكلوا لحمة بلدي. يعني مش عارف. والراجل بيجتهد. بيجتهد يعني ماشي. قال لك ان 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 هنا ان هنا احنا بنجيب القمامة نجنبها نفرزها يعني نطلع الحديد والصاج لوحده ونجنب المواد العضوية اللي فيها اكياس البلاستيك وغيره نفرم ده مع ده ندخله بما يعرف لانشاء او تشغيل مفاعل الانحلال الحراري. تمام. صح كده. وهذه المواد العضوية يتم من الغاز الحيوي ينتج منها. تمام. ويستخدم كوقود لوحدات التوربينات اللي احنا بنعاني منها وجايبين المان وشركات سيمنز وغيره عشان ندفع مليارات. لدينا الإرادة ان احنا نحول هذا الى مشروع قومي هنعمل. فيما يتعلق ماشي يا باشا. ما لا مش عارف والله. فيما يتعلق بمسألة اللي هينشئ عدد من الناس وان الشركات الأجنبية ما حلتش مشكلة القمامة. طب يا سيدي بالهدوء. إذا كانت الشركات الأجنبية أو مصريون استوردوا عربات وتكنولوجيا متطورة من الخارج عشان يرفعوا القمامة والدولة تعاقدت معهم لأن اضطرت أن عدد الإخوة العاملين في جمع القمامة هم مواطنين مصريون لهم كل التقدير والاحترام لأنهم قدموا عمل جيد جدا عبر سنوات لهذا البلد. ما حدش يقدر ينكر هذا طبعا. لكن جاء في وقت اعدادهم قلت امكانياتهم قلت
القمامة تراكمت، الدولة بدأت تاخد تفتش جيوب الفقراء كمان وتحط فاتورة على فاتورة الكهرباء. آن الأوان ليستفيد المواطن فيأخذ مقابل مخلفاته، وأن شركه ليقوم بنفسه ويكتاد يقدم هذه المكلفات. ونمرة ثلاثة، أن الشركات الأجنبية دي يا عم شحاتة رغم إمكانياتها لم تحل مشكلة القمامة. صح. أنا الأوان بقى محلتش. أن الدولة تتدخل. الدولة تدخلت قالت إيه؟ ننشئ في كل قسم مجموعة من الأكشاك لنجمع فيها ده. وأنا أقول لك الحل اللي أنت مضايقك المشكلة، وأنا معاك ومع كل الإخوة العاملين في مجال جمع القمامة، أنا أقول عنه ما كذا، لا أقول الكلمة الأخرى لا أحب أن أقول، إخوة عاملون في مجال جمع القمامة وهي مهنة شريفة، وهؤلاء شرفاء وفوق رؤوسنا طبعاً. لأن لولاهم كنا تحول المجتمع إلى شيء مقزز يعني. فدي ناس ينبغي أن نحترمها ونقدرها ونهتم بها والدولة تهتم بهم. الناس دي ما عندهاش الإمكانيات، الدولة بدأت تعمل إكشاك عشان تجمع القمامة. دي خطة متكاملة على الدولة أن تنشئ مدافن صحية لا تلوث البيئة أو لا تزيد البيئة تلوثا، ثم تجمع بالاتفاق مع السيد نقيب جامعي القمامة والإخوة العاملين في هذا المجال أن تجمعهم، يبقى لهم قاعدة بيانات بأسمائهم بأعمارهم بخبراتهم بعناوينهم وتدخلهم في المنظومة. هتيجي أنت تقول لي أصل المواطن هيروح يبيع كرتون ويبيع إزاز ويبيع بتاع ويرمي المخلفات الأخرى اللي ما بتتباعش؟ أقول لك لا. هنا بقى الدولة تلزم المواطن أن يأتي بكل مخلفات، أو على الأقل تعمل معاك اتفاق مع الإخوة جميع القمامة تقول له جمع أنت من البيوت وتعالى أنت بيع لي، حاسب أنت الزبون، حاسب المواطن في البيت. أنا عايز المواطن يستفيد أن القمامة بتاعته تتشال، ان يبقى عنده مردود اقتصادي يساعده على 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 مشكلات الحياه، ان ننظف شوارعنا، وفي نفس الوقت يستفيد الاخوه العاملين في مجال القمامة. ناخد كل ده نجمعه نوديه الكشك، الاكشاك لديها القدره على تجميع ده، ونشغل الناس دي كلها في عمليه الفرز والتجنيب، ثم ننقل الى المدافن الصحيه، ثم ننشئ مصانع تدوير المخلفات وغيرها. كل ده ليه بقى يا استاذ معتز؟ انت مش هتحل المشكله باجتهاد منك، مش محتاج اجتهاد. ليه؟ لان العلماء قالوا ان كل طن قمامه يخلق فرصة عمل من 8 إلى 12 فرصة عمل. فلو أن القاهرة أن القاهرة بشيل منها 30 طن يوميا، 30 ألف طن يوميا، معنى ذلك في 10 يبقى أنا عايز 300 ألف واحد يعملوا في القاهرة وحدها. قس ذلك على المحافظات. فالمشكلة تحتاج إلى إرادة سياسية، تحتاج الى منظومه متكامله. حلو وهكذا. حلو، تعالى بس نسمع بعض المداخلات. عادل من كفر الشيخ، اتفضل يا عادل. مساء الخير. وعليكم معتز. معلش هطلب منك المداخله تبقى قصيره بعد اذنك. ماشي يا فندم. انا في مشكلتين، في مشكله الاكشاك فكره جميله جدا، ويا ريت تتعمل على مستوى المحافظات، ويا ريت كمان في حاجه واحده اللي يا ريت مثلا الحي اللي يكون نظيف مثلا نعفيه من رسوم النظافه. المشكلة الثانية يا معتز، أنا من حملة الماجستير والدكتوراه نص دفعة 2015، حارس على عمارة وفرد في نفس الوقت، ورئيس مجلس الوزراء المعتز راسل جهاز التنظيم والإدارة. طب أنا أتواصل معاك في الموضوع ده عشان بره بس الحكاية اللي إحنا بنناقشها. شكرا يا عادل. رجب من الأقصر، اتفضل يا رجب. إزيك يا أستاذ معتز؟ الحمد لله تمام. تحياتي ليك وتحياتي. شكرا استاذ رجب، وتحياتي لعم شعبه. شكرا ليك يا عم، وتحياتي لاحسن فريق اداد واحسن فقره جبتها يا استاذ معتز. شكرا. والنبي يا ريت يا استاذ معتز عم شعبه يكون هادي كده واعصابه هاديه. والنبي يا شيخ وكفايه ان احنا نقول يرجع كيلو اللحمه ب 30 جنيه عشان اخواننا اللي اخواننا المسيحيين اللي هم 15 او 20 او اخواتي ان هم بياكلوا لحم خنازير. انا اراهنك إذا كان في 5% بياكلوا لحم الخنزير، ده لحم الخنزير بقى بيتحط في الصابون الريحة ومحدش بيستعمله يا عم. السواح الأجانب. فأرجوك لما يكون في منافسة يا عم شحاتة شريفة. النهارده أنا في مركز إسنا، مركز مهمش، الزبالة دي فتحت لي مصدر رزق.
خلي اعصابك هاديه، انت تقعد في قناه واثنين ودايما بتتكلم باخواننا المسيحيين المصريين. انت ما تتكلمش يا عم شحاته باخواننا المسيحيين المصريين، انك انت كنت عايش داخل الكنيسه توي، كنت في برنامج شفت البرنامج ومشيت، وبعد كده كنت على قناه برضك اتكلمت في التليفون وبتقول له انا داخل الكنيسه وانا هشوف حل، وانا معايا 300 معرفش مليون ولا 3 مليون عامل، ان انا هعمل وقفه عزيه وانا هتظاهر. مين انت يا عم شحاته؟ اخليك انا نقيب الزبالين وراجل محترم يعني على الله. ولما يكون في مصدر رزق لا مؤاخذة يا عم شحاته ما تزعلش، انت حادي معيشتك والناس التانية تحادي معيشتك كله. ما انا بدافع عن الناس الغلابه يا عم الحاج، قال لي انت بتقول الزباله فتحت لي مصدر رزق، اسيب الناس تموت من الجوع؟ طيب والراجل قال لك وجهه نظره ما ماشي على مفتوح راسي، وهو الراجل يعني على طيب خلاص ده عمي راجل طيب راسي. وانت بشكرك لسعه صدرك بصراحه يعني طبعا. شريف من القاهره اتفضل يا شريف. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. تحياتي لضيوفك والمعلم شحاته واستاذ رجب. شكرا. بس اتمنى من حضرتك يعني اديني فرصه اتكلم. بس مش يعني مده مش مفتوحه والنبي يا شريف لو سمحت. اوكي اوكي. اتفضل. اعتراضي من جميع الجمال في المقطع. تمام. انا بدي عند حضرتك الشقه اخد كيس الزباله. حضرتك لما تاخد الازايز والحاجه اللي باكل منها عيش باقي الاكله هتوديه فين؟ هتخليه عندك؟ انا مش هاخده ده منه. فهضطر انا اسيبه، هضطر حضرتك وانت نازل تاخده بالعربيه تجيب الصندوق. بدل الصندوق ما في كيس واثنين هيبقى متراكم، بدل ما انا بروح بعربيتي احمله مش احمله. ادي اول حاجه. حاجه لما الحكومه بتفكر على المواد الادويه اللي الزبال بياكل منها، احنا هنروح فين؟ احنا بقالنا 100 سنه شغالين وبننظف مصر، الشركات الاجنبيه اللي بيقول عليها المعلم شحاته بتاخد على وسط هو 10 جنيه، حضرتك عمرك في موظف من شركه اوروبا 2000 ولا اي شركه بدون ذكر اسماء جت خدت كيس زباله من شقتك ولا الزبال الغلبان بيجي وحضرتك او المدام او اي حد يديله 5 جنيه في البيت. كان بيجي كله ويشيل، انت عاوز بقى تاخد شكل المنافع اللي لكم منهم عيش؟ طب انا هروح فين؟ استاذ رجب اللي بيتكلم هو مش عارف حاجه، هو لو عارف حاجه ويجي يشوف الزبالين عايشين ازاي والتلوث اللي احنا عايشين فيه عشان حد العيش، ونطلع من الساعه 5 الفجر، استاذ رهام سعيد طلعت معانا 5 الفجر وشافت العذاب اللي احنا بنعمله. فالحكومه هتوديها فين؟ حتى المحافظ لو الحاجه ديت جابت بقى مشروع لمصر اوكي، لكن ده بياخد الحاجه في 9 ويبيعها ب 10، الجنيه ده رايح فين؟ طيب البلد؟ طب واحنا نروح فين؟ مش من بلد حضرتك. خلاص وصلت الرساله واعذرني انا متهيألي كده يعني انت قلت كل اللي عندك، هاخد مداخله اخرى لازم ارجع لضيوفي قبل ما نختم. محمد من القاهره اتفضل يا محمد. مساء الخير محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لحضرتك ولضيوف الكرام. اهلا بحضرتك. من فضل حضرتك دلوقتي بخصوص المشروع اللي بيتكلم عليه الاستاذ رجب، هو مشروع الى حد ما جيد، ولكن لازم نحط في اعتبارنا الاخوه اللي هم مسؤولين عن جمع القمامة. ربنا يكرمك. يبقى في مداخله بين الدوله مع هؤلاء اللي هم ده اللي انا قلته. ربنا يبارك لك يا استاذ محمد. وصلت النقطه. شكرا يا استاذ محمد. اخذ مداخله اخرى. محمود منين؟ من الفيوم. اتفضل يا محمود. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير استاذ معتز. تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك الكرام. شكرا. اخش في الموضوع على طول يا ريت. نمره واحد استاذ معتز، احنا ترتبط احنا بالثقافه العامه، احنا ناس بنجيب بنشتري مأكولات وحاجات اكتر مما نستهلك، وبالتالي زبالتنا بتكتر، وبالتالي المفروض ان احنا نظبط هذا الموضوع. انت يعني شفنا يعني عن اليابان انه زبالتهم اولا ما فيهاش عضويات كتير وما فيهاش حاجات كتير نظرا لطريقه ثقافه الاستهلاك. دي نمره واحد. نمره اثنين، من حظي الحسن او السيء الله اعلم ايه هو حظي، لكن انا قدامي صندوقين قدام البيت، صندوقين للزباله، وانا بشوف الناس بترمي الاكياس ساعات على الارض وساعات يعني في الصناديق، لكن يمر العشرات، يمر العشرات من جامعي القمامه اللي ماشي بعربيه بالدواب واللي ماشي على رجليه واللي ماشي بعجله بيلموا القمامه من هذه الصناديق بالعشرات استاذ معتز في اوقات اليوم كله حتى الفجر من الفجر، واخد بالك؟ انا يعني كانسان عايز استعمل هؤلاء لنظافه البلد ككل، يعني انا ممكن اتفق معاهم
ها وديهم مرتبات بالاضافه الى اللي بيلموه وينظفوه. طيب اعذرني والنبي يا استاذ محمود ده وقتي محدود. شكرا. وصلت الرساله. في احد القائمين على هذا المشروع طلب المداخله وهو الاستاذ اسامه احمد. استاذ اسامه اتفضل. مساء الخير. مساء الخير عليك يا استاذ معتز وعلى ضيوفك. اهلا وسهلا. سريعا جدا، انا مدير جمعيه خدمه البيئه في الفيوم. ايوه. احنا اول جمعيه اشتغلت في مشروع اكشاك القمامه، عندنا 12 كشك حاليا موجودين في الفيوم، في 10 في الفيوم واثنين في مدينه قصه. الحقيقه الموضوع ده كويس جدا وموفر فرص عمل للشباب ومفيد جدا. الموضوع مفيد من الناحيتين، اولا ان احنا بنعمل نظافه للبلد. لو احنا بصينا ان الموضوع ده انتشر بشكل كبير جدا في كل محافظه، المخلفات الصلبه طبعا هتقل جدا في الشوارع. لكن المشكله اللي احنا بتقابلنا حتى احنا كجمعيه في الفيوم ان احنا بنتهاجم جدا من النباشين نفسهم، ويمكن اكتر من مره كسروا لنا اكتر من كشك. النباشين ده مصطلح اسمه يعني بينبشوا في الشوارع ياخدوا المواد الصلبه غير الزبالين. طيب استاذ اسامه اعذرني لان وقت البرنامج خلص، هاخد دقيقه من الاستاذ شحاته ودقيقه من الاستاذ رجب. اتفضل. استغاثه للرئيس السيسي، انقذ 3 مليون زبال جامع كمامه خدموا مصر 100 سنه، وطنيين بيحبوا مصر من هذه الحكومه. شكرا استاذ شحاته. استاذ رجب. انا اتمنى ان ينجح هذا المشروع وان يكون مشروعا متكاملا، وان يدخل في منظومته كل الاخوه العاملين في جمع القمامه، وان يتفاعلوا هم، نوضع خطه ليتعاملوا هم مباشره مع السكان في البيوت، يجمعوا منهم كل المخلفات صلب وغير صلب، ثم يذهبوا هم اي جميع القمامه ليبيعوها في الاكشاك او يتعاملوا مع الدوله باي صيغه، ويتعاونوا تعاون كامل دون ان نشكك في هذا الامر. اما فيما يتعلق بالاستغاثات وغيره، ينبغي على عم حتى وعلى كل الإخوة أن نعالج كل قضايانا بروية وبهدوء، وأنها موضوع أمن قومي يخص كل المصريين ولا يخص فئة على هدوء جنب قطع عيش الزبالين. أنا موت والزبالين يأكلوا عيش. بلا شك كل الفقراء في مصر معنيون أن يعيشوا بكرامة، وهذا دور الدولة ودور منظمات المجتمع المدني، لكن ينبغي علينا أن كل تجربة تنهض بمصر أن نشجعها حتى لو اختلف مع صاحبها. شكرا للأستاذ رجب هلال حميدة. شكرا للأستاذ شحاتة المقدس على المشاركة في هذا الحوار، وشكرا للسادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من 90 دقيقة مع معتز الدمرداش. إلى اللقاء.